راديو أورينت يقدم الأدب السوري الجديد، حوارات ومساجلة نقدية حول الأدب السوري وقضاياه. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الأدب السوري الجديد. أطيب الأوقات أتمناها لكم. ضيفنا اليوم كاتب وناقد سوري من مواليد الميادين بدير الزور عام 1969، وهو أستاذ في جامعة دمشق. نشر عددا من الأبحاث النقدية ومئات المقالات الصحفية، ونال جائزة اتحاد الكتاب العرب النقدية عام 1993، لكنه فصل من الاتحاد كما فصل من جامعة دمشق، وأقيل من عمادة كلية الآداب بجامعة الفرات. له عدد من الكتب الإذاعية الدرامية والبرمجية، أول من أصدر كتابا نقديا عن القصة القصيرة جدا عام 1997، وهو مستشار في منظمة وور تشايلد، وعضو مركز جامعة لايدن لدراسة الإسلام والمجتمع، وباحث في جامعة بروكسل الحرة لمدة سنة عن الأدب السوري بعد الثورة، وهو رئيس مجلس إدارة البيت السوري في هولندا. دعونا نرحب وإياكم مستمعين الكرام بابن دير الزور الكاتب والقاص والناقد السوري الدكتور أحمد جاسم الحسين. أهلا ومرحبا بك دكتور أحمد على هوا راديو أورينت. مرحبا فيك، أهلا وسهلا، فرصة طيبة. أهلا بك دكتور أحمد. في البداية قيل إنك تركت سوريا نتيجة ضغوطات من نظام الأسد، هل يمكن أن نعرف طبيعة تلك الضغوطات؟ طبعا أنا مثل أي مواطن سوري مع بداية الثورة انحشت إلى صوت الحرية وصوت الجمهور السوري، صوت السوريين، وذلك من خلال كنت عميدا لكلية الآداب، من خلال يعني جلوسي في البيت وعدم التحاقي بالعمل، كوني أسكن في مدينة معظمية الشام التي شاركت في الثورة منذ الأسبوع الأول للثورة. ونتيجة يعني عدم التحاقي بالعمل تم يعني إقالتي من مهمة عميد كلية الآداب في الحسكة، وكذلك كان لدي برنامج على التلفزيون السوري، تم توقيف البرنامج، وبقيت في سوريا يعني منحاز للثورة ولكن بصوت المواطن الذي يعني تضطره حاجاته اليومية لكي يبقى موظفا في وزارة التعليم العالي في كلية الآداب بجامعة دمشق. فهذا الجانب، وثمة جانب آخر من خلال اتحاد الكتاب العرب أيضا، يعني كنا يعني نجاهر بصوتنا، وحاولت في البداية، كنت أعتقد أن هناك فرصة لكي يكون هناك إصلاح، و كتبت أكثر من مقال في جريدة تشرين مع بداية الثورة، الأسبوع الثالث من بداية الثورة مقالا يعني صفحة كاملة عنوانه لأنها سوريا لأننا نحبه، وأقترح مجموعة إصلاحات، وكنا نتصور أن النظام سيستجيب، لكن بعد ذلك بفترة قصيرة اكتشفت أن النظام يكذب، ويعني وقفت يعني في تلك الفترة يعني جانبا لأنني لا أستطيع أن أعبر عن صوتي كاملا. نعم دكتور أحمد، حدثنا عن تجربتك كمستشار لوزير التعليم العالي، هل هذا صحيح؟ عملت في يوم من الأيام مستشارا لوزير التعليم العالي؟ نعم، عملت مستشارا لوزير التعليم العالي منذ العام 2008، وكذلك مديرا للعلاقات العامة والإعلام في وزارة التعليم العالي. بان تلك الفترة كنت أقوم بالمهام الثقافية في وزارة التعليم العالي عبر قامت الندوات والورشات التي لها علاقة بالشأن الثقافي والإعلامي، وكذلك المنشورات التي تصدر عن وزارة التعليم العالي في تلك الفترة. وطبعا مثل أي موظف وأي شخص لديه مهمة، يعني هناك من المهمات التي يقوم بها تفرض عليه، وهناك من المهمات التي يمكن أن يشارك فيها في إزالة الأذى عن الآخرين أو تحقيق رؤية تخص سوريا التي كنا نحلم أنها يعني ستتعمر ذات يوم وسيصلح شأنها لتبقى سوريا التي نحبها، سوريا الحضارة والفكر والتاريخ.
دكتور أحمد، ما هي طبيعة الأمور التي كانت تفرض عليكم عندما كنت مستشارا لوزير التعليم؟ يعني ربما من المصادفات العجيبة الغريبة أنني إبان عملي مستشارا لوزير التعليم العالي تم تحويل إلى مجلس التأديب في جامعة دمشق، لأنني ساعدت إحدى الأستاذات الجامعيات بكتابة شكوى موجهة إلى السيد وزير التعليم العالي آنئذ. يعني طبيعة الأشياء التي كانت تفرض بالتأكيد طبعا، يعني كان مثلا إحدى اللجان أذكره كانت لها علاقة بتعديل الشهادات، كانوا يريدون أن يفرضوا عددا من يعني شهاداتهم غير ملائمة. كان لدينا مشكلة الشهادات المزورة، مشكلة الشهادات التي تصدر من جامعات أجنبية مثل جامعة الأم تيريزا في أرمينيا. كان لدينا مشكلة الأجهزة الطبية التي تفرض على المشافي، كان يعني رامي مخلوف لديه شركة هو وكيلها أراد أن يفرض أجهزة طبية بمواصفات معينة. كان لدينا مشكلة المفاضلة، مشكلة الاستثناءات التي تفرض من الأجهزة الأمنية على وزير على الوزير. يعني تعرف سوريا ووضعها مجموعة كبيرة من الأشياء، الوزير يحاول أن يقاوم بعض الضغوطات، يستجيب لبعضها، يعني يستعين بمستشاره ما هو الحل، كيف لنا نتخلص من هذا المأزق، كيف لنا نتخلص من الضغوط المخابراتية أو سوى ذلك. هل كان هناك طلاب يعني يفرضون على وزارة التعليم بأنهم من الإلزام إدخالهم إلى هذا الفرع وهم لا يستحقونه لا بعلاماتهم ولا حتى بفكرهم؟ بالنسبة للإلزام كانت تأتي استثناءات من رئيس الجمهورية يعني إذن الذي هو بشار الأسد. هذه الاستثناءات طبعا يعني من الواجب تنفيذها. الجانب الأبرز الذي كانت تحدث فيه عمليات الفساد هو جانب الجامعات الخاصة وعدم مقدرة الوزارة على تطبيق القوانين الناظمة آنئذ، لأن رؤساء الجامعات ومجالس إدارتها أهم من وزير التعليم العالي وأقدر على الوصول إلى مركز القرار وهو رئيس الجمهورية ومؤسسة القصر. الأمر الآخر هو جانب تعديل الشهادات والفساد الذي يحدث في الامتحانات إبان تعديل الشهادات، حيث يعني تشرف عليه وتديره الأفرع الأمنية بحجة المحافظة على الأمان وسوى ذلك. وكلنا نعلم يعني أن هناك الكثير من المخالفات التي لا يستطيع الوزير إثباتها أو الوقوف في وجهها، يعني هناك جانبان في الموضوع. دكتور أحمد، جميعنا يعلم أن الفساد كان يعج بالمنصات الثقافية في نظام الأسد، ونحن درسنا أيضا في الجامعات وكنا نسمع عن بعض الطلاب الذين ينجحون كانوا ببعض الأموال، يعني بدفع سواء إلى عمادة الكليات سواء إلى الأساتذة، لكن بالتأكيد هذا الشيء لا يمكن أن نعممه، ولكن هل كان هذا الشيء فعلا على أكثر شيء على أبناء الضباط والمسؤولين، يعني كانوا يستطيعون فرض علامات معينة على أساتذتهم في الجامعات بحسب عملك طبعا في هذا المجال؟ طبعا بصفتي أستاذا جامعيا عملت في الجامعة في سوريا يعني فترة طويلة. الفساد نوعان، هناك فساد الأفراد، ثم كثير من أساتذة الجامعة أنفسهم فاسدة وهم فاسدون وبالتالي يقبلون الرشوة ويبيعون المواد للطلاب، وكان كذلك هناك الكثير من النبلاء والشرفاء والذين لا يقبلون أن يسيئوا سمعة الأستاذ الجامعي أو أنهم كذلك لا يقبلون أن يسيئوا سمعته. وبالتالي الفساد نوعان، فساد الأشخاص، هناك كثير من الأشخاص الذين هم فاسدون ويبحثون عن أي منفعة مادية أو منفعة لها علاقة بالمناصب أو الحصول على استثناءات أو سوى ذلك. وهناك طبعا بالتأكيد لدينا فساد الضباط وفساد المسؤولين، ويعني نذكر أن الكثير من هذه الحالات شهدناها، وشخصيا أنا منعت أكثر من 5 رسائل دكتوراه من إكمال المناقشة لأن هذه الرسائل جزء منها مسروق، وطبعا هذه كلها مثبتة بمحاضر ووثائق غير ليست سرية. كذلك لدينا زوجة يعني أحد الضباط في القصر كذلك حصلت على الماجستير وهي لا تستحق، كذلك حصلت زوجة أحد الضباط على الدكتوراه وكذلك لا تستحق، حصل الكثير من الضباط على الدكتوراه وهم لا يستحقون ذلك. وأما أبناء الضباط في الجامعات أثناء يعني دراستهم، طبعا الأمر يختلف، ليس كل الضباط سيئين، ولكن هناك نمط اعتاد أن لا يدرس ولا أن يحقق شيء، لا هؤلاء لم يكن يلجأوا إلى العمالة، هؤلاء يستغلون الموظفين البسطاء في القاعات وبشيء من الهدايا أو بشيء بسيط، وكذلك بعض الأساتذة يبيعون أنفسهم ويعني يضعون درجات عالية أو ينجحون الطلاب الذين لا يستحقون. حالة الفساد ليست سرا
ولا نفشي سرا حين نتحدث عن هذا المجال في سوريا، وبالتأكيد لدى الكثير من الضباط من جهة محددة، الضباط في الأمن اعتادوا أن يعني أن لا يحصلوا على ما يحصلونه في الحياة نتيجة جهودهم، بل نتيجة الاستثناء ونتيجة الصلبطة، وهذا يعني لا يخفى. نعم دكتور أحمد، البعض يصف اتحاد الكتاب العرب، لو عدت معك إلى تجربتك مع اتحاد الكتاب، البعض يصفه بأنه مؤسسة أمنية أو فرع أمني رقم 18 وغير ذلك التي تتبع لنظام الأسد، هل توافقهم بهذه الصفة؟ اتحاد الكتاب كما تعلم هو منظم، المنظمات أنا إذن ليست من مفهوم المدني مثل في أوروبا أو في تركيا أو بعض البلدان منظمات مدنية، بل هو منظمة تتبع لمكتب حزبي في القيادة القطرية، وكذلك هو أيضا مكان منافع للأشخاص المنتسبين إليه أو الذين يقودونه، خاصة أن من يعين في المكتب التنفيذي لا يعين لأنه الأكفأ أو لأنه الأكثر إبداعا أو الأكثر تميزا أو سوى ذلك، بل يعين نتيجة اعتبارات حزبية وتقاسم مناطقي، تقاسم جغرافي، تقاسم عوائل سوى ذلك. فاتحاد الكتاب مثل المنظمات الأخرى يعني اتحاد منتفعين ومستفيدين، خاصة ممن يقودونه، وفيه الكثير من حالات الفساد. شخصيا مثلا رفض لي مجموعة قصص أكثر من مرة وكتب عليها يجب محاسبته ويجب فصله وكذلك يجب يعني إحالته إلى الأمن، وهذا طبعا كله موثق لدي وقسم منه نشرته على صفحتي على الفيسبوك. وفي الوقت نفسه تم كتاب يعيشون في سوريا كذلك، ليس لديهم ملجأ آخر، الكتاب مثل أي شريحة أخرى يريدون أن يجلسوا مع بعض يقيموا الأمسيات سوى ذلك. فبما أن الناس كانت تعيش في سوريا وأنا كذلك منهم، فلا بد أن نلتقي، لا بد أن يكون هناك منظمات، ولكن بكل أسف المنظمات في حالة سوريا كلها هي يعني لها صبغة معينة، صبغة مصالح وصبغة فيها الكثير من الفساد وفيها الكثير من الخراب، وإن كانت تقوم بدور إيجابي من خلال طباعة الكتاب، طباعة الكتب للكتاب وإقامة النشاطات وسوى ذلك، ولكن هي الحالة العامة في سوريا حالة فساد وحالة مصالح وحالة تبعية أمنية وحالة ولاءات، والبشر تعلم أنها يعني أنفسها ضعيفة وتبحث يعني كثير من البشر أنفسهم ضعيفة ويبحثون عن مصالح، يبحثون عن حاجاتهم اليومية نتيجة الجوع، نتيجة الحاجة، نتيجة عدم كفاية الأحوال المادية، نتيجة البحث عن وجود، البحث عن منصب، فيعني تضعف النفوس في منتصف الطريق. يعني هذه جزء أيضا من المعاناة التي كان يعاني منها الكتاب والأدباء في ظل نظام الأسد. دكتور أحمد، ما هي القضايا التي كان محظورا على الأدب السوري معالجتها أو الاقتراب منها في ظل النظام؟ طبعا من خلال تجربتك كاتب قصة قصيرة، أي شيء يتعلق بالشأن السياسي أو مناقشة قضايا الحرية أو الديمقراطية أو يعني التبوات السورية، يعني حتى بالمفهوم النظام كما تعلم يتدفع ويحمي نفسه بحجج الدين وأنه يعني يريد أن يحافظ على الدين وعدم الاقتراب من محرمات المجتمع، ولكن هو الحقيقة ليس هدفه ذلك، هو هدفه أن يضع تبوات، لا يريد أحد أن يكسر هذه التبوات، ظنا منه أن الناس وأن الجمهور وأن الكتاب مثلما بدأوا بكسر هذه التبوات سينتقلون لكسر إطار النظام، فهو يعني يجعل نفسه محافظا على الدين وعلى يعني الأخلاق العام وسوى ذلك، ليس حبا فيها بل بصفتها عامل حماية له كي لا يتجرأ الناس على القيام بذلك. يعني لدينا الكثير من الأمثلة، أذكر أحد المرات حول إلي طلب أحد الكتاب وكان هو محافظ للقنيطرة معروف اسمه الدكتور معن صلاح الدين علي، طبعا الدكتور بين قوسين، معن صلاح الدين علي كان محافظ للقنيطرة وألف كتابين، كتاب عن حافظ الأسد وكتاب عن بشار الأسد، يعني ليست كتبا، هو يعني لا كمصدي بين قوسين يعني عذرا من الكلمة. وتم تحويل الطلب إلي يعني رغبة من رئيس اتحاد الكتاب أنا إذن في إيقاعي، يعني لأنه تعرف أنت في أنا إذن كتابين عن حافظ وبشار ولمحافظ، فبعد يعني أن تأملت حالة الكتابين ويعني ماذا أريد أن أكتب عنهما، حقيقة كتبت يعني كم جملة اختصرت الوضع، قلت إن مكانة بشار الأسد وحافظ الأسد أكبر بكثير من هذين الكتابين فلا يليقان بهما، ولذلك يرفض طلب هذا الشخص وهو كان محافظ القنيطرة معا علي يعني قبل بداية الثورة بقليل، لأن مستواهما الفكري والقيم والأخلاق أعلى مما موجود في هذين الكتابين، فنفدت يعني يضطر الإنسان أحيانا لإيجاد حجج وأساليب لحماية نفسه. مرة كتبت منصا كذلك نشرته على صفحة على الفيسبوك حول عنوانه يسقط،
يسقط يسقط يسقط. ولكن في الوقت ذاته حين استدعيت من أمين فرع الحزب بجامعة دمشق يعني أخذ مني عهدا أن أغلق صفحتي على الفيسبوك، فأغلقتها لأيام وهكذا. لكن في الوقت نفسه حين تقدمت برسالة الدكتوراه عام 2000 كان لدي فصل عنوانه القمع في القصة القصيرة السورية. لم يقبل أنا إذن السيد المناقش، أنا إذن هو أستاذ لا يزال موجودا هناك، لم يقبل أن يناقشني في الرسالة إلا أن أحذف هذا الفصل الذي هو عنوانه القمع في القصة القصيرة السورية في الثمانينات، وكان يتحدث عن قمع النظام للإخوان وقمع النظام لشريحة كبيرة من السوريين من خلال قصص قصيرة كتبها سوريون مرقوا من خلال هذه الرسائل. قمت بحذف هذا الفصل حتى أحصل على الدكتوراه، وبعد ذلك دسسته أكون صريحا معك في كتاب القصة القصيرة السورية ونقدها في القرن العشرين ومرق. يعني أحيانا أنت تضطر لأساليب معينة، مجموعة القصصية همهماد خبيصة كذلك في البداية قدمتها ورفضت في وطلب حذف عدد من القصص. غيرت العنوان وقدمتها مرة ثانية فمرقت على القارئ، لأن هناك بعض القراء نتيجة هم منتفعين أو كذا أو سوى ذلك لا يقرؤون، هو هم يأخذ مكافأة على قراءة الكتاب فلم يقرأ النص ومرقت. فأحيانا أنت يعني تستطيع. كذلك كلفت بتأليف كتاب عن اللغة العربية لفرع الترجمة في جامعة دمشق عن اللغة العربية للسنة الثالثة، أيضا حذفت فيها خطابين لبشار الأسد وحافظ الأسد أنا إذن، ووضعت نصوصا للكتاب. ماذا وضعت الحجة؟ وضعت الحجة أن هذه نصوص أدبية وتقبل التأويل، أخشى أن تكون خطابات الأسد وخطابات ابنه تقع في يعني يقوم الطالب بتأويلها بشكل سلبي بما يسيء لمضمونهما، وبذلك تخلصت من 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 يعني تستطيع أنت ولكن كله بالتعب والخوف. حقيقة كنا نحن جميعا يعني كبارا وصغارا أبناء الخوف في تلك الجمهورية المسمى جمهورية سوريا، جمهورية الخوف. نعم، لكن دكتور يعني البعض ربما يسمعنا ويسأل، يعني حضرتك عندما قدمت رسالة الدكتوراه بعام 2000 قلت أن هناك فصلا بعنوان القمع في القصة القصيرة السورية، وهذا الفصل يتحدث عن قمع النظام، صحيح؟ نعم. طيب كيف البعض ربما يسأل كيف تجرأ الدكتور أحمد على وضع هذا الفصل في رسالته الدكتوراه وهو في قلب هذه الغابة الأسدية الموجودة؟ أقول لك أول شيء هو جنون الشباب. يعني أنا كنت في 29 ويعني هذا يعني حماس الشباب، لأنه الآن أنا في 50 يعني لو سألتني أنه تتجرأ أقول لك والله أخاف منهم بصراحة. الأمر الثاني أنه جاء ضمن سياقه. أنا تحدثت عن القصة القصيرة السورية، قسمتها لعدد من الأربع مراحل. القصة القصيرة السورية أثناء من الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية، القصة القصيرة السورية من الحرب العالمية الثانية إلى من بين الحربين، القصة القصيرة السورية من النكبة عفوا من نكسة حزيران إلى عام 1980، ومن عام 1980 إلى 2000 قسمتها لمراحل حتى أستطيع أن أمرق الأشياء، من شان ما أقول إنه الحركة التصحيحية للثمانين، قلت لا إلى الثمانين بحجة إنه صارت أحداث لبنان وصار تغيرات تحولات بالمشهد الفكري والثقافي وسوى ذلك. فأثناء هذه المراحل الخمسة التي وضعتها في الكتاب في كل مرحلة أتناول الظواهر الاجتماعية والفكرية إضافة إلى الظواهر الفنية. تناول الظواهر الاجتماعية والفكرية جعلني أستطيع أن أمرق عددا كبيرا من الأشياء. وصلنا لمرحلة الثمانين. لأكون صريحا معك، أهم ظاهرة تلفتك وأنت تقرأ القصة القصيرة السورية، طبعا مجموعة القصة القصيرة السورية صادر عن بحدود 1000 مجموعة من بداية عام 1930 من خلال مجموعة علي خلق ربيع وخريف إلى عام 2000 بحدود 1000 مجموعة قصصية. وأنت تقرأ هذه المجموعات وتصل إلى مرحلة الثمانينات ستجد نفسا مختلفا في قصة الثمانينات. في شيء واضح يعني بصريح العبارة، وثمة نصوص مبطنة. يعني إحدى القصص أذكرها لا تزال تدور في رأسي، أن يعني حاجز المخابرات أنزل مجموعة من السيدات عبر الحاجز ولم يعدن إلى الباص ولم يستطع أحد من الركاب أن يسأل عنهن. مثلا قصص إبراهيم صموئيل، قصص زكريا تامر، هناك قصص مروان المصري، قصص عدد من الكتاب، وأنت تقرأ يلفت نظرك ذلك. حقيقة هو نوع من الجنون، جنون الشباب، ولكنه الجنون المحبب، مثله مثل حالة يعني حين أنا كنت أسكن في مدينة معظمية الشام، حين رأيت الشباب الأسبوع الثاني للثورة يخرجون إلى الشوارع وصدورهم عارية ويفتحون قمصانهم ويقول يعني أنا إذن يهتفون. في بداية الثورة لم تكن هتافات عالية، يهتفون ويتجهون نحو الحاجز الجيش ثم يرشوا على أقدامهم. هذا يعني شيء من حماس الشباب وحماس الحرية والرغبة بالتحرر والرغبة بتغيير المآل العام للشعب. أنا كنت من هذا الشباب المتحمس. يعني هناك لدي قصص قصيرة في مجموعة خبيصة. أنا الآن وأنا في 50 وأنا أعيش في هولندا
أقول عن نفسي أنني يعني كيف كتبتها أنا مجنون أنا إذن لماذا كيف كتبتها أنا مجنون. أقصد بذلك أنه كيف تجرأت على كتابتها، لأنني أعرف بطش النظام وأعرف أساليب النظام وأعرف عدم رحمته وأعرف اعتقالاته وأعرف كيف يقتل بسهولة وكيف يغتال بسهولة، ولكن يعني يبدو أن نفس الحرية عند الإنسان بشكل عام هو أقوى من أي نفس قمعي، ومهما حاولت أن تحصره أو أن يعني تضعه في قفص لابد للناس أن تتحرك آجلا أم عاجلا. نعم، ربما أكيد دكتور أحمد سنأتي إلى هذه المجموعة القصصية ونتحدث عنها بعد الفاصل، لكن قبل أن نخرج إلى الفاصل دكتور أحمد، أنت ابن الميادين بدير الزور، هل تبدلت صورة تلك المدينة التي نشأت بها بعد الثورة؟ يعني أنت تثير أوجاعي حقيقة. أنا فيك تقول أني أنا ابن الميادين وبنفس الوقت أنا ابن الشام وابن المعظمية يعني بالدمشق، لأنني قضيت نصف يعني نحو نصف عمري في دمشق والمعظمية وقضيت نحو نصفه في مدينة الميادين أو أقل من نصفه. الحقيقة يعني مدينتي مثل منطقة الفرات يعني عانت الأمرين في البداية، طبعا مع بداية الثورة في عام 2012 خاصة انسحب النظام من تلك المنطقة واستلمها الجيش الحر، وبعد ذلك بدأت تدخل الفصائل الإسلامية أولا بأول، ولكن هي منطقة مرحلة ذهبية في تاريخ تلك المنطقة من حيث النمو الاقتصادي والفكري والحياتي والجمعيات والأنشطة المدنية وسوى ذلك عام 2012-2013. وبعد أن أسست إيران والمجتمع الدولي والنظام السوري بعد أن أرسلوا قطعان داعش إلى تلك المنطقة لمحاولة تشويه تاريخها وحضارتها وفكرها وتلك التجربة الثورية عام 2012-2013 من إدارة مدنية ونمو اقتصادي وفكري وسيطر الناس على النفط وسوى ذلك، طبعا صارت هناك صورة ثانية وهي حين سيطر داعش لمدة أربع سنوات تلك المنطقة وحاولت تغيير وجهها وأعطاء طابع سوداوي وأعطى طابع متعصب ورافض وإرهابي وسوى ذلك، وهي بعيدة عن صورة المنطقة يعني دائما قريب ولا من بعيد، لأن المنطقة أنا إذن كان دينها دينا ريفيا دينا بسيطا يقوم بالالتزام بالعبادات ولا يعرف إلى التشدد كما تعلم في كل الأرياف لا تعرف إلى التشدد طريقا بسبب بسيط أن الحياة نمط الحياة الريفية لا يمكن أن يكون فيه تشدد، هناك يعني عمل مشترك وحياة والناس تركز على الإنتاج والبساطة وسوى ذلك يعني. وبعد أن طبعا انسحبت قطعا داعش نحو اتجاه الجزيرة السورية وبعد ذلك نحو العراق، طبعا دخل النظام السوري بقطعانه مع الميليشيات الشيعية البشعة وقاموا بسرقة كل شيء وقتل كل من كان موجودا من بقر أو شجر أو إنسان، وشخصيا من عائلتي من أولاد أختي وأولاد أخواتي فقدت أكثر من 5 أشخاص، اكتشفوا أن 2 منهم بعد مرور سنوات أنهم قد دفنوا في حفرة صحية في إحدى المدارس وقد وجدت جثثهم مفتتة. نسأل الله إن شاء الله أن يتقبلهم من الشهداء ويلهمكم أيضا دكتور أحمد أنتم وجميع العائلة والأسرة جميل الصبر والسلوان. بالتأكيد يعني جميع السوريين عانوا من هذه العصابات وهذه الميليشيات الطائفية. بالتأكيد الكاتب والقاص والناقد السوري دكتور أحمد جاسم الحسين، نتابع حديثنا الشيق معك بعد الفاصل لنخوض في أجواء الكتابة والحركة الثقافية عموما بعد الثورة السورية. مستمعين الكرام ابقوا معنا. أنتم تستمعون لبرنامج الأدب السوري الجديد من راديو أورينت. ما هي مصادر معلوماتك دكتور عبد العزيز، وإلى أي حد كنت شاهدا على الوقائع والأحداث؟ اللجنة كما ذكرت اللجنة مضيفة بامتياز، كان يومتها فهد الشاعر وكان صلاح البيطار ومحمد عمران كانوا بلقاء مع عبد الناصر يوم الحلقة. سنستعيد فيها صفحات من التاريخ السوري في ظل حكم البعث، يعني عبر الأجيال القادمة. صفحات من دفتر البعث، وقائع حكم البعث والأسد وصراعات أجنحته وأسرار قياداته ورموزه، حصريا على راديو أورينت. أنتم تستمعون لبرنامج الأدب السوري الجديد من راديو أورينت.
أرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما أجدد الترحيب أيضا بضيفي عبر الهاتف من هولندا الكاتب والقاص والناقد السوري دكتور أحمد جاسم الحسين. أهلا ومرحبا بك من جديد دكتور أحمد. مرحبا فيك. أهلا بك دكتور أحمد. بعد الثورة عكفت إلى الكتابات في المسار الاجتماعي والفكري أكثر من المسار الأدبي، وهذا ما أخبرتنا عنه قبل الفاصل. ما سبب هذا التغيير؟ تسمح لي قبل ما يعني أجاوبك عن هذا السؤال فقط أكمل الفقرة التي الفكرة التي كانت قبل الشعر. تفضل تفضل. متعلقة بتغيير هوية المنطقة. نعم تفضل. الفرات، المنطقة الفرات الآن تعاني من العصابات الشيعية الأشدين والأمرين، فقد تركت نهبا لها، وتمت محاولات يومية حثيثة على إجبار الناس لإجبار الناس على التشيع ولتغيير صورة المنطقة. يستهدف الأطفال ويستهدف الفقراء مثل ما عمل داعش، وأبشع مما عمل داعش. يحاولون مع أبناء تلك المنطقة لتشييعهم من خلال التجويع. المنطقة الآن تشهد عملية تجويع، ممنوع إدخال الأطعمة كما يجب، ممنوع المدارس، ممنوع كل شيء، والنظام طبعا يقف على جانبا لا يستطيع أن يقول شيئا. يجب أن نلفت نظر المجتمع الدولي والمجتمع المحلي والإقليمي إلى ما تتعرض له المنطقة من محاولة تغيير هوية اجتماعية وفكرية وعمرانية. وسوى ذلك تم تفتح للحسينيات، تم تفتح للجمعيات الخيرية، طبعا بين قوسين ليس الجمعيات خيرية، جمعيات تتبع للحرس الثوري الإيراني وهي أحد أياديه. أدعو الجميع إلى أخذ هذه النقطة بعين الاعتبار. تم محاولة لتغيير هوية المنطقة فكريا ودينيا وإنسانيا، نتيجة من خلال التجويع ومن خلال الحصار. هذه نقطة. نعود إلى سؤالك الذي تفضلت به، وهي لماذا حقيقة لا يجب أن أتغير، وإن لم أتغير فإنني أسبح في الهواء الطلق. بعد كل هذا الحراك الثوري النبيل الجميل الرائع الذي قام به شباب سوريا، بعد كل هذه التغيرات، بعد كل هؤلاء الضحايا الذين سقطوا، بعد كل هؤلاء الشهداء، بعد كل تلك الأمهات المغتصبات، بعد كل تلك البيوت التي تهدمت، بعد كل تلك المرموزية السورية التي هي رمز للحضارة والتاريخ والفكر والإنتاج عبر التاريخ البشري، تتحول إلى رمز للإرهاب نتيجة هذا النظام المتوحش، هذا النظام الأسدي للبشر. يجب أن أتغير. لذلك بدت أؤمن الآن أنه ليس الوقت الآن للكتابة الأدبية أكثر، بل الوقت يجب أن يكون للكتابة الفكرية والاجتماعية. فكل واحد منا إن كان مهتما أو مثقفا أو متابعا أو أستاذا جامعيا أو إعلاميا، من الأهمية بمكان أن يحدث تحول في حياته، وأن يركز على التغيير الاجتماعي، على فض النزاعات، على البحث عن الديمقراطية، كيفية تحقيقها، الحرية، الدعوة إلى التغيير المجتمعي، الدعوة إلى التنمية، الدعوة إلى النظر إلى المستقبل، البحث عن خطط للمستقبل، توثيق الضحايا، توثيق قصص السوريين، توثيق المآسي، توثيق ما حدث في سوريا، ذكرى البشاعة التي حدثت. فمن الطبيعي كان أن يحدث هذا التغيير في مسيرتي، وقد ركزت من خلال مقالاتي وما أكتب على الجوانب الفكرية والاجتماعية والتحولات التي أصابت المجتمع السوري، وكذلك حاولت أن أفضح ما أعرفه من ألاعيب النظام وخباياه وعنصريته وطائفيته وكل ما فيه من بشاعة، من خلال عدد كبير من المقالات التي نشرتها في موقع أورينت وعدد من الصحف العربية، وكذلك على صفحتي على الفيسبوك. نعم دكتور. نعم دكتور أحمد، مجموعتك القصصية التي هي بعنوان خبيصة وأيضا تحدثنا قليل عنها قبل الفاصل، هل يمكن الآن أن تحدثنا عنها أكثر؟ أنت فضحت في هذه المجموعة الكثير من فساد النظام وميليشياته الطائفية، صحيح؟ نعم طبعا. في هذه المجموعة القصصية المحور الرئيسي فيها هو القمع، القمع السياسي خاصة. تتحدث عن علاقة الحاكم بالمحكوم، عن سرقة الثروات الباطنية السورية، عن غياب جو الحرية، عن الظلم الذي يتعرض له الأشخاص في سوريا، عن السجون، عن ظلم المرأة، عن كل يعني علامات وإشارات الحرية، عن كل المآسي. وبالتأكيد هناك طبعا جوانب لها علاقة بالمشاعر وبالحب وسوى ذلك، لأن الاغتصاب حين يحدث الاغتصاب لحرية الشخص، هذا الاغتصاب السياسي والقمعي بالتأكيد سينعكس على جوانبه العاطفية والنفسية وسوى ذلك. هذه المجموعة طبعا رفضت 3 مرات، يعني رفضت فقط للموافقة على الطباعة. تعلم في سوريا وكما هو يعني لا يحدث في عدد دول كبيرة من العالم، في سوريا يجب أن توافق عليك وزارة الإعلام من خلال اتحاد الكتاب العرب، تقوم بإحالة الكتاب من الوزارة إلى اتحاد الكتاب العرب، طبعا اتحاد بصفتي أداة للوزارة،
يقومون بقراءة الكتاب ويجب أن تحصل على الموافقة مسبقا. فرفضت 3 مرات ولكنني يعني نجحت أخيرا في تغيير عنوانها. ولكن أذكر أحد التقارير كان يكتب يجب محاسبة الكاتب لطباعة كتابه، فيها تهجم على الحزب القائد، تهجم على رمز القائد الخالد، فيها تهجم طبعا ليس تهجما مباشرا من خلال المرموزات، استفدت من تجربة ابن المقفع، من تجربة زكريا تامر، محاولة لكتابة نص يعني يحمل وجع الناس ويحمل ألمهم. وكانت الأمسيات القصصية التي يعني نقيمها في دمشق من خلال ملتقى القصة القصيرة جدا منذ عام 1999 إلى 2006 تحمل هما كبيرا، شارك في هذا الملتقى كل سنة أكثر من 50 كاتبا وأنا منهم طبعا ونظمه وأقيمه، تحمل الوجع السوري. وكان يعني حين حدث الثورة ربما لم تكن مفاجئة لكثيرين نتيجة وجود الجو العربي العام، ولكن المجتمع السوري كان يعني يغلي نتيجة القمع ونتيجة غياب الحرية ونتيجة الحاجة ونتيجة الجوع والتجويع والمظالم المتراكمة. طيب دكتور أحمد، متى بدأت بكتابة هذه المجموعة ومتى صدرت تحديدا باليوم؟ والله المجموعة هي حصيلة كتاباتي من عام 1999 إلى 2008، قد صدرت في 2008 لأني كل مرة كنت أقدمها للطباعة أعدل فيها وأضيف إليها عددا من القصص. تجربة من ابتداء من 2008 حتى هذه اللحظة لم تنشر بعد في كتاب. لدي أكثر من مشروع كتاب، ولكن أكون صريح معك، الهم الرئيسي في هذه المرحلة من عمري هو هم اجتماعي فكري وكتاباتي الإبداعية، يعني لا تزال حبيسة الإيميل ربما وحبيسة الكمبيوتر، ولكن سيتاح لها إن شاء الله وتصدر. ليس لدي مخطط، أكون صريحا معك، يعني كل سنة أقول السنة القادمة سأقوم بتجهيزها، فقط تحتاج للمسات أخيرة ودفعها للنشر، سواء النشر الإلكتروني أو النشر الورقي، ولكن أولويات الحياتية المتعلقة بهجرتي إلى أوروبا بلجوئي وعائلتي من جانب، والهم العام الذي يشغلنا جميعا، لأن هذا المجرم الذي يجلس في دمشق لم يسقط بعد، ربما لم يعني ترتاح نفوسنا لنتفرغ لإصدار الأعمال الإبداعية. وأيضا هناك التجارب التي أصدرت كتبا. نعم، وأيضا هناك مجموعة قصصية بعنوان لو كنت مسؤولا. نعم. هذه نعم. المجموعة مبكرة، هي أول مجموعة قصصية أصدرتها عام 1994. كذلك يعني أتحدث فيها عن جزء من المظالم التي حدثت، ولكن كانت أنا إذن الهم الاجتماعي أكثر. يومها كنت أعتقد أن المسؤول يمكن أن يحدث الكثير من التغييرات، لكن حين دخلت في سلك الدولة وعرفت كيف تجري الأمور وجدت أن معظم المسؤولين ليسوا إلا أدوات تحركهم سلطة المخابرات والسلطات العليا بأيديها كالبيادة، فلا يقومون، لا يستطيعون القيام بالكثير من الأشياء نتيجة وجود سلطة مركزية وسلطة يعني طائفية وعنصرية هي التي تتحكم بكل شيء. طب دكتور أحمد، هل كتبت مقالات سياسية بعد الثورة؟ بالتأكيد كتبت الكثير من المقالات السياسية، كتبت أكثر من 15 مقالا في أوريان، موقع الأوريان. نعم. وهذه المقالات حاولت أن تفضح الكثير من جوانب الفساد الموجود في النظام. أيضا شاركت في عدد كبير من المحاضرات ونشرت عددا من المقالات في جريدة العربية الجديد وفي القدس العربي، منها ما يتعلق بالشأن الثقافي ولكن معظمها في الشأن السياسي ومحاولة تحليل الحدث السياسي وما آلت إليه ثورة السوريين النبيلة. وكذلك فضحت عددا مما كان يدعيه النظام، كونني كنت قد بحكم عملي مستشارا وبحكم عملي أستاذا جامعيا وعميدا لكلية الآداب، فضحت عددا من الأشياء التي كان يقوم بها النظام ويحاول أن يخرجها إخراجا غير ما يعني ما هو في الواقع. طيب دكتور، هل يمكن أن تروي لنا بشكل موجز طبعا تجربتك في الكتابات الإذاعية الدرامية؟ هل يمكن لأي أديب أن يخوض في هذا المجال، أم أن هناك معايير لابد أن تتوفر في الكاتب كي يخوض في هذا المضمار؟ لا، أنا عندي شوية تجربة طويلة تبدأ من عام 1993 عبر تقديم البرامج الإذاعية في إذاعة دمشق من عام 1993 إلى عام 2000، برامج ثقافية مثل برنامج كاد وسواه. في تلك الفترة التقيت معظم كتاب سوريا وأدبائها، بالتأكيد طبعا في يفترض أن يخضع من يقوم بالإعداد وتقديم البرامج لدورات، وسوى ذلك شاركت في عدد من تلك الدورات. طبعا منحني الفرصة الشاعر عبد الرحمن عمار ابن القصير، أنا إذن بإيمانه بموهبتي في تلك الفترة وقد كنت في 23 من عمري. طبعا
طبعا لابد قمت بعدد من الدورات في هذا المجال، ثم كتبت أكثر من مسلسل إذاعي الذي في بقي في ذهني في هذه اللحظة مسلسل اسمه قلوب دافئة، مسلسل درامي 1998-1999، وكانت مدته 10 ساعات درامية، 10 ساعات إذاعية. طبعا بالتأكيد كوني كنت أكتب القصة القصيرة وشاركت في دورتين، وتعلمت كذلك من تجارب الكتاب آنئذ ونصائحهم الموجودين. بالتأكيد يعني الشخص يجب أن يكون أولا يعني موهوبا، هذا رقم واحد، ومن ثم يحاول هذه الموهبة أن يشذبها وأن يغنيها بالقراءة ومتابعة الورشات والكتابة، وسوى ذلك اختيار الموضوع الذي يهم الناس، الموضوع الحار، وأساليب صياغة العمل الدرامي يعني ربما هي متشابهة أو متقاربة. لدينا العمل السينمائي، التوثيقي، الإذاعي، التلفزيوني، ولكن بالتأكيد لابد من موهبة ولابد من العمل على هذه الموهبة والمثابرة والإخلاص. من تجربتي في الحياة في الكتابة الإبداعية وسواها، الإخلاص والمثابرة ربما أحيانا يكاد يكون لها 90%، الموهبة قد تكون متوفرة 10%، ولكن دون الاشتغال عليها ومن دون الإخلاص والمتابعة والتثقيف والتعلم من التجارب والاستفادة من تجارب الآخرين، يعني لا يمكن للموهبة أن تكفي وحدها. طيب حضرتك دكتور ناقد، والناقد لا يصل إلى تلك المرتبة حتى يبلغ من العلم والأدب والكتابة مبلغا رفيعا، كيف تنظر إلى من يجرؤ على النقد في هذه الأيام، خاصة يعني ممن هم ليس لديهم مخزون ثقافي وأدبي كافي؟ تعلم أن النقد يعني يقسم إلى عدد من الأنواع، هناك نقد أكاديمي، نقد جامعي، نقد مؤسساتي، وثمة يعني هناك نقد صحفي. المهم في النقد سواء كان جامعيا أكاديميا أو نقدا صحفيا أن يكون موضوعيا وحياديا متسلحا بالثقافة، أن يكون لديه عناصر محددة ليقوم بنقد العمل الذي يقوم بنقده، أن ينحي الجانب الشخصي جانبا، أن لا تكون قراءته مسبقة، أن يبتعد عن الانحياز، أن يحاول أن يفسر العمل، أن يحاول أن يؤوله، أن يحاول تسليط الضوء على جوانبه الإيجابية والسلبية، أن يحاول أن يقدم رؤية. بالنسبة يعني لا أريد أن أخذ موضع الناصح، ولكن يعني لم يعد يخفى على أحد أن أي عمل نقدي سواء كان نقدا صحفيا أو سواء كانت مادته فيلما سينمائيا أو مادته مسلسل تلفزيوني أو مادته برامج تلفزيونية أو سوى ذلك، لابد طبعا من التأمل ومتابعة هذه المادة والنظر من جوانبها المختلفة، وكذلك أن توضع لدي يعني عناصر للنقد، وبالتأكيد الموهبة لها دورها في ذلك. بالنسبة لمن يتجرأ، يعني تعلم الآن نحن في عصر السوشيال ميديا وعصر الإنترنت وعصر العالم المفتوح، صار المجال مفتوحا للجميع أن ينقلوا ويقولوا ما يشاءون لو على صفحاتهم على الفيسبوك أو على سوى ذلك من وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن بالتأكيد الناس يعني لديه القدرة على التمييز بين ناقد متميز وناقد لديه آليات وناقد مثقف وناقد عارف، وبين ناقد يعني متسلق على هذه المهنة. مثل ما تعلم النقد مثل مستوى من المهن، ثمة متسلقون وثمة موهوبون، وأعتقد أننا في عصر غزارة المعلومات يعني بحاجة إلى بوصلة محددة حتى تعرف البشر ما هو الفرق بين هذا النقد وسواه. نعم. طيب دكتور أحمد، بحسب مراقبتك للحركة الثقافية في سوريا وللسوريين أيضا قبل الثورة وبعدها، كيف تقيم تلك الحركة قبل الثورة وبعدها؟ الحكم العام صعب شوي، ولكن يمكن أن ليس حكما، إنما نريد تقييم حضرتك. بالتأكيد نحن لدينا منتج في سوريا، كي يعني سوريا هي ليست سوريا نظام أسد، ولا هي ليست سوريا نظام الإصابات. سوريا أعمق وأجمل وأرحب من هؤلاء الجو البشع. سوريا في الشعر أو في القصة القصيرة أو في الرواية لدينا آلاف الكتب، ومن خلال عملنا في جامعة دمشق سابقا وتأريخنا للأدب السوري ومحاولة رصده لدينا آلاف الكتب، ثمت الكثير من هذه النصوص، نصوص إبداعية ونصوص متميزة، ثمت أدباء استبعدوا، ثمت أدباء سفروا، ثمت أدباء رحلوا خارج سوريا، ثمت أدباء كانت نصوصهم لا يضاء عليها، ثمت أدباء كان هناك السلطة موقف حاد منهم لا تقبل وجود نصوصهم في المناهج الدراسية وسوى ذلك. ولكن طبعا في المجمل كان الأديب السوري
يعني محرما عليه كثير من الجوانب في الحياة اليومية السورية، ممنوع عليه أن يقاربها أو أن يقوم بقراءتها أو مناقشتها أو الحديث عنها. ولذلك لجأ الكثير من الكتاب مثل زكريا ثامر إلى السفر خارج سوريا. في المجمل المشهد الآن بعد الثورة شوي صعب توصيفه لسببين رئيسيين. السبب الأول، أول يعني الكثير، هناك الكثير من المتسلقين، وهذا طبيعي كل مرحلة تبدل وتحول فكري وحضاري، ومثل ما حدث الثورة هناك الكثير ممن يعني يركب على هذا المركب، هذا طبيعي. وثمة نصوص إبداعية استفادت من مناخ الحرية ومن عصر السوشيال ميديا وعصر الإنترنت لتقول ما تريد أن تقوله، ولكن في الوقت نفسه يجب علينا أن ننتبه إلى جانب آخر في هذا المشهد، وهو أن السوريين في الآن منذ 10 سنوات إلى الآن هم في مرحلة انتقال وتهجير وتغير قيمي وانكسارات ووجع وألم واغتصاب واعتقال وسوى ذلك. من الصعب أن ينتج أدب سوري في تلك المرحلة، نتيجة الوضع متحول يوم في تحولات يومية بالفكر وفي الحياة، تهجير، قتل، إرهاب. ما الذي ينقصه اليوم دكتور أحمد للأدب السوري في ظل الثورة؟ أعتقد ينقصنا وجود سوريا. أتصور طبعا هناك الكثير من النصوص الإبداعية وعدد كثير من الكتاب، من أصدروا 5 كتب، 6 كتب، 4 كتب روايات قصص قصيرة شعر. ما ينقصنا هو عودة سوريا، ما ينقصنا راحة البال قليلا، ما ينقصنا مرحلة استقرار، ما ينقصنا استعادة الأمل، ما ينقصنا استعادة الأمل بإنتصار الثورة، ما ينقصنا الشعور بأن هذا الظلم الذي وقع على السوريين أن له أفق، أن هناك أفقا لزواله. ولكن في المجمل يعني جهة كمتابع لهذا المشهد أجد أن هناك الكثير من النصوص الإبداعية التي حاولت أن تغطي حدث الثورة وأن ترصد تلك التحولات، منها ما هو مستعجل ومنها ما هو حاول أن يغوص في العمق ومنها ما حاول أن يركب على هذا المركب، مركب الثورة. سؤال أخير لو سمحت دكتور أحمد حبذا، لو أعطيتنا نبذة عن أعمالك الأدبية القادمة. يعني لدي بصراحة 3 مجالات أشتغل عليها بين فترة وأخرى. لدي في المجال النقدي كتاب عن القصة القصيرة، ولدي في المجال الروائي يعني 2 روائيين ولكن لم يكتملا بعد. تمت يعني أحدهما مكتوب فيه حوالي 60,000 كلمة ولكن لم يكتمل في صيغته الأخيرة. ولدي مجموعة قصص قصيرة هي مجموعة نتاجاتي من عام 2008 إلى يومنا هذا، تحتاج وفيها أكثر من 300 قصة قصيرة جدا، تحتاج إلى إعادة نظر وترتيب. لا أعرف يعني، أأمل أن يعني أتمكن في العام القادم من إخراج أحد هذه الكتب إلى النور، والأمل أن يعني يتحقق ذلك وقد عدنا إلى دمشق إن شاء الله يا رب. فعلا يعني هذا شيء يعني يسعدنا كثيرا. بالتأكيد بالتأكيد لا يمكننا العودة إلا إلى سوريا محررة من الاستبداد وهذه العصابة. الكاتب والقاص والناقد السوري دكتور أحمد جاسم الحسين، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في الأدب السوري الجديد، نتمنى لك مزيدا من الإبداع والصحة والسلامة. شكرا جزيلا دكتور. شكرا لكم ونتمنى لأورينت النجاح والتوفيق. شكرا، وشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن وطيب استماعكم، على أمل اللقاء بحلقة جديدة يوم الأحد القادم. دمتم في رعاية الله. كنتم تستمعون إلى قراءات وحوارات في الأدب السوري الجديد. إعداد وتقديم ماهر أبو علي، تنسيق المقابلات محمد الأحمد وأحمد الحمصي، الإخراج الإذاعي حسين قسوم.